مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان في أولى حلقات يا حلو صبح. النهاردة هتبقى حلقة استثنائية عشان زميلتنا بس نسمة اتأخرت وكده، هيكون معايا زميلتي فاطمة طول الحلقة. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله، تمام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. النهاردة هيبقى معانا النجمة بسمة، وهتكلمنا على الحاجات الجميلة اللي هي معروضة طبعا قصادنا دي. اهلا وسهلا بحضرتك. تعرفينا بنفسك يا إيه، بسمة مصطفى محمود، مصممة كروشيه. طب انت ازاي بدأت يا بسمة؟ انا بدأت من فترة قريبة، يعني من اول السنة. كان هدف من اهدافي ان انا اتعلم الكروشيه واتوسع فيه. بدأت اتعلم، حاولت اخد كورسات بس ما وصلتش لحاجة. من اليوتيوب بقى فيديوهات، وتعلمت لغاية ما بدأت فعليا افتح جروب. كان يوم 9/5 السنة دي 2020. مين اكتر حد شجعك على الخطوة دي؟ هو جوزي طبعا اكتر حد شجعني، واخويا الصغير هو اللي شجعني ان انا افتح الجروب، هو اللي فضل ورايا. كويس، حلو قوي. مثلا في مرحلة معينة وصلتي ليها حسيتي ان انتي يأستي او عايزة توقفي الشغل ده؟ بصي، هو مشكلته في التسويق، التسويق بتاعه صعب، وطبعا مفيش كتير بيقدر الهاند ميد. لكن هو انا كيأس، لا انا يعني بحاول ان انا اجدد، ويعني امشي شويه في الموضوع. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. ليكي محل مثلا او لا؟ اونلاين. اونلاين. مين ايه البيج بتاعتك؟ هاند ميد بي ام. اوكي، احنا هنعرضها على الشاشه دلوقتي علشان كل الناس تدخل وتشوف المنتجات بتاعتك وتتفرج عليها. مين اكتر حد كان غير ان هو كان بيشجعك علمك المهنه او ساعدك فيها اكتر؟ لا، انا علمت نفسي، يعني انا حاولت اخد كورسات بس ما خدتش، يعني ما وصلتش لمكان كورس او كده. بدات افتح اليوتيوب، اتعلم الاول ان انا امسك الابره اشتغل. طبعا مش بتفرج على فيديوهات بس، لازم اتابع في الفيديو واشتغل معاه عشان ايدي تاخد. مره في اتنين بدات اشتغل حاجات للبيت، حاجات لاصحابي لاهلي كده، وبعدين شجعوني بقى ان انا صحابك اكتر ناس كانوا بيشجعوكي؟ زوجي واخواتي واهلي، يعني الاهل والاقارب في الاول، لغايه لما فتحت. ابتديتي بقى ان انت تبيعي الناس ما تعرفهاش اصلا من عن طريق؟ هو من يوم 9/5 فتحت البيج والجروب، هو بدات بقى ابيع، ولقيت برضو الناس يعني مبسوطه بالحاجات اللي انا بعملها. كويس. اشتغلت على جميع المحافظات ولا هي؟ على جميع المحافظات. ايه مثلا الخيوط اللي انت بتستخدميها؟ بتجيبيها منين؟ الخيوط متوفرة في أماكن كتير. بستخدم خيوط مكرمية، خيوط سلسلة، خيوط كليم، قطن، صوف، كتير يعني على حسب مثلا الحاجة اللي هشتغلها. لو حد مثلا عايز يبدأ، ايه مثلا الخيوط اللي يبدأ بيها؟ هيبدأ شغلها سهل شوية سلس؟ هيبدأ الأول يعني ما يبدأش بالحاجات اللي فتلتها رفيعة، عشان دي بتتعب شوية في الشغل، يبقى لسه مش عارف الغرز والكلام ده. الفتلة يبدأ رفيعة مثلا بمكرمية، بكليم، حاجات اللي دي فتلتها تخينة شوية. طيب، هو انت اللي مصممة الشنطة دي؟ جاتلك الفكرة ازاي؟ هو حضرتك، هو بيبقى باترون، انا بعرف الباترون. هي دي، ده شغل تايبستري. هي الكروشيه في انواع كتير، في تايبستري، في ده حاجة زي كده قمي جرومي، والباقي عادي شغل كروشيه عادي. هو يعتمد على غرزة اسمها غرزة الحشو، دي اساس الكروشيه. بعد كده بيبقى في غرزات كتير، يعني انا مثلا لما هطلع رسمة بيبقى ليها اسم غرزة معين. قعدت فترة كبيرة لحد ما اتعلمت الحاجات دي؟ لا، بقول لحضرتك من اول السنة، من اول السنة بس لسه. يوميا كنت بتعلم وبشتغل على نفسي بقى كل يوم، يعني ما فيش يوم وقفت. وانا كمان شايف حاجات جميلة. دي براويز، وفي ساعات، وممكن كمان بصورة الشخص، يعني بعت لي الصورة بطبع البرواز بصورته. كويس. إيه يعني مثلا لو حد مثلا في دماغه ديزاين معين يبعته لك وانتي بتشتغلي عليه؟ تمام. بيبعت لي الديزاين، بقترح عليه نوع الخيط، او يعني طبعا بيبقى احنا الاثنين، انا ما بطلعش المنتج الا لما بيكون العميل راضي، بيفضل معايا خطوه بخطوه، يعني من اول ما بشتري الخيط لغايه ما بوصله المنتج ببقى بصور له كل حاجه علشان يبقى راضي عن كل حاجه بياخدها. يعني فبيبعت لي صوره المنتج مثلا، لو حاجه انا مش عارضاها، تمام هعمله، هيبقى خيط كذا، الالوان ايه، وبنختار مع بعض كل حاجه للاخر لغايه لما يطلع المنتج. طيب مثلا عميل اتفق معاكي على شغل، وبعد ما خلصتي الشغل وتعبتي وبذلتي كل جهدك طلع الشغل مش عاجبه، ايه التصرف بقى اللي لا، بيحصل؟ ما حصلتش معايا، لان بقول لحضرتك انا بشتغل معاه واحده بواحده، يعني ما بعملش حاجه من دماغي، بقترح عليه الافضل، يعني افضل حاجه تتعمل. طبعا هو بيوافق او مش بيوافق، يعني مثلا افضل حاجه ليها الخيط كذا، حضرتك موافق؟ تمام. في ممكن خيط بديل، بس ده اللي هيطلع الشغل كويس. فبنفضل مع بعض لغايه الاخر، يعني ما حصلتش معايا. كويس. طب هي ايه اكتر حاجه بتبقى مطلوبه منك من الشغل كله؟ شنط.
هي مطلوبه اليومين دول شنط. اليومين دول هي بص الشنطه دي باستمرار الشنطه دي اكتر مبيعات عندي حققتها، هي عباره داخل سلسله تركي ومن الجنبين خشب والاكسسوارات طبعا، وفيها بطانه داخليه بشداد. لو احنا ممكن نشوفها، ممكن نوريها للمشاهدين. افتحي من جوه في بطانه داخليه. عجباني قوي الاكسسوارز بتاعتها، تحفه. ايه تاني اكتر حاجه غير الشنط بتبقى مطلوبه؟ ايه شغل بقى يعني على حسب الموسم، احنا لو داخلين على موسم شتاء بيبقى الشيلان، الكوفيات، السكارفات، ايس كابات، ايه على حسب الموسم اللي حضرتك شغال فيه. في الصيف بيبقى طبعا في الكروشيه مش شتوي بس، بيبقى في مثلا كارديوهات صيفي، ايه على حسب الموسم. انت كمان شغاله اولادي مش بنات بس؟ اولادي وبنات. شايف كله بنات. لا لا في، لو في ايس كابات وكوفيات يعني، في كوفيه هنا رجالي اللي هي دي. ده بيبقى مطلوب مني كتير طبعا برضه في الشتاء. في شغل الشتاء. طيب كلمينا، طيب انت في التصميمات مين اكتر حد كان في البيت بيقعد يشجعك بيقول لك دي حلوه، لو انت بوظت حاجه كان بيشجعك ان انت تعملي غيرها؟ هو زوجي واولادي صغيرين فبيفرحوا بكل قطعه بطلعها زي ما يكون عملت انجاز، هما يعني دي حاجه بتفرحني. وزوجي طبعا بيفضل معايا وباخد رايه برضه في حاجات كتير، بس انا ما بقدرش اطلع كده يعني، الشغل ده عايز صبر، فانا ممكن اشتغل القطعه للاخر وارجع افكها عشان في غلطه او ديفو ممكن الكلاينت ما ياخدش باله منها، بس انا عارفاها ما بقدرش اطلعها كده، ممكن ارجع افكها من الاول خالص من البدايه وارجع اشتغلها تاني. وترجعي تعمليها ده بياخد معايا اسبوع، بياخد معايا، فده لازم يكون حد عنده صبر وحب للحاجه والضمير برضه. يعني لازم يكون عندك يعني ممكن حد تاني ما يكونش عنده ضمير عادي، هو لو حصلت غلطه والكلاينت مش هياخد باله منها فعادي، لكن ده برضو بيرجع ان انت عندك احترام للمهنه اللي انت بتمارسيها وعندك ضمير في شغلك، فدي حاجه كويسه جدا الحمد لله. طب العميل بيستنى على ده يعني، لو انت في حاجه ما طلعتهاش بالشكل اللي هو وانت حبيت ان انت تغيري فيها تاني، العميل بيرضى يستنى ده؟ هو حضرتك قبل ما بشتغل الحاجه بقول له انا هقعد يعني بديله مده معينه ان انا هخلص فيها الحاجه، انا ببقى سايبه لنفسي طبعا وقت بخلصها قبلها، دي حاجه بتفرح برده العميل. إيه بخلصها قبل المده اللي بصورها له، تمام خلاص بنبعت الاوردر، مش تمام في تعديل، عايزه تزود حاجه، عايزه تشيل حاجه، ببقى مع العميل واحده بواحده يعني، في صبر بقى في حكايه العميل دي. بيصبر حتى لو غريب؟ ايوه. طب قولي لي مثلا شنطه زي دي، انا دي عجباني جدا، دي حاجه اسمها كنفات، دي لسه جديده، انا لسه اول مره اعرف. هي فعلا جديده يعني، هي شكلها حلو جدا ومتبطنه من جوه، فيها جيب بسوسته. ايوه صح. هي كنفات بشتغل على قطعه بلاستيك مخرمه، انا بشتغل عليها الرسمه اللي حضرتك شايفاها، ما بتبقاش بابره كروشيه خالص. ايه بقى الابره اللي انت بتستخدميها في دي؟ هي حاجه اسمها ابره تنظيف، انا بشتغلها في شغلي بس بنضف في الاخر يعني في الفينيشات دي. عملت بيها الشنطه دي. دي مثلا خدت معاكي وقت قد ايه؟ دي خدت معايا حوالي شغل مثلا خمس ايام بس. حلو قوي يعني، انا وجهه نظري، انا ما اعرفش اي حاجه عن الكروسيه بس انا شايفه ان هي تاخد وقت اكتر. هي تاخد وقت اكتر بس انا كنت بس انت عشان اتعودتي وبتشتغلي كتير فايدك اتعودت. خدت عليها. حلو قوي، برافو عليكي. الله يبارك. طب ايه تاني انت يعني ايه تاني جديد ان انت حبيت ان انت تجربيه او ان انت تعمليه؟ هو انا كنت بشتغل زمان يعني، هو انا بحب الهاند ميد عموما مش حكايه كروشيه بس، فبحب اعمل اعاده تدوير. كان وقت جاي عليا من حوالي 3 سنين، جبت عارف الفوانيس الخياميه وشغل الخياميه اشتغلته، طالب بس انا مش معايا حاجه منه دلوقتي، اشتغلت فوانيس خياميه ومفارش، وكنت بعمل لها الاطار بتاعها، مفارش كنب، ده شغل رمضان يعني. شغل رمضان برضك اتعلمتيه من على اليوتيوب؟ يعني اليوتيوب سهل حاجات كتير. طب انت قلتي لي ان انت عندك اولاد، اكيد اكيد يعني عملت لهم حاجه. طبعا هدي الابن. فين دي؟ هي دي شنطه باج للدروس. والله حلو قوي. ايه اول حاجه عملتيها مثلا ليهم؟ كانت لمين اول حاجه عملتها؟ كانت شنطه بنوته صغيره. إيه بس هي ما اتباعتش، انا محتفظه بيها معايا. لا بتكلم لاولادك، ايه اول حاجه عملتيها لاولادك؟ عملت شنطه باج لابني الصغير بس مش موجوده دلوقتي، كان للحضانه، دي اول حاجه عملتها. طبعا كان مبهور بيها بقى وراح الحضانه بقى. ماما هي اللي عاملاها لي. هو اللي مختار التصميم. والله كويس قوي، ربنا يخليهم. الله يخليك. اكتر انواع الخيوط اللي بتحب انت تشتغلي بيها؟ السلسله، خيوط السلسله والقطان، ودي اكتر انواع الخيوط اللي بتستهويني. اشمعنى؟ مش عارفه برتاح في شغلها.
سهل يعني بيكون سلس معاكي. اه بيطلع نتيجة كويسة. كويس. طيب انت كلمينا اكتر عن شغلك، بتجيبي وقت ازاي ان انت تقعدي وانت عندك اولاد، ان انت تقعدي تعملي ده؟ بحاول ان انا اوفق بين البيت والشغل، يعني بخلص واجبات البيت الاول وابدا بقى كم يعني محدده وقت ان انا ده اشتغل فيه، بس لازم كل يوم انتج حاجه، بس يعني بحاول ان انا اعود ايدي لان الشغل ده لازم تشتغل فيه باستمرار، ما ينفعش تشتغل وتقف وترجع والكلام ده. بس يعني انت بتواظبي بين البيت بين وبين البيت الشغل وبحاول بس. اعادل بين الاتنين بقى. طب بس مثلا اول ما بداتي اشتغلتي، عفوا استاذ، اول ما بداتي اشتغلتي كان جوزك مثلا بتواجهي مشاكل، مش عارفه تظبطي وقتك؟ كنتي اول ما بداتي كنتي متجوزه صح؟ اه تمام. اه كنتي عارفه تظبطي يعني، قابلتي مشاكل مع جوزك؟ لا لا تمام، هو كان متفاهم هو الوضع. متفاهم مع اه هو الوضع؟ متفاهم الوضع وبيشجعني كمان ان انا حلو. مش امشي كل الناس الوضع. على فكره اه يعني بتلاقي الموضوع ده، اه بس الحمد لله. كويس الحمد لله. انت عملتي ايه بقى لنفسك من كل الحاجات دي؟ يعني مثلا ده في صغير، في كده، دي حاجة برضو عملتها على شكل وردة بيتعمل بكذا لون، حاجات كتير يعني، في حاجات انا للبيت شايفة ان معايا. ده الحاجات دي اه طالعة موضة جدا اه الايام دي، وعملت وكل البنات بتحبها وبتحب تلبسها، وبتليق كمان على لبس كتير قوي. ايوه، وعملت صواني للبيت، مفارش، عملت خروف في العيد. عملت خروف اه بس مش معايا دلوقتي، يعني حاجات كتير في وكمان البيت. صواني؟ اه طب صواني تقديم. جات لك الفكرة منين بتاعت الصواني؟ هو بص حضرتك بيبقى الأرضية بتاعتها خشب زي الخشب ده اللي هو بتاع قطع البرواز، اه ده زي ده تبقى الأرضية بتاعتها خشب مطبوع نفس الطباعة بتاعت الرسمة، حضرتك بتختاري الطباعة اللي انت عايزاها وبشتغل عليها على حواف زي كده بالظبط بقى على شكل ده صندوق بيكون اسمه ايه بقى مستطيلة الخشب ده؟ مربعة، خشب عادي خشب لا تقريبا بطبعه اللي هو بالاسم أو الابلكاش. بالصورة. اه اه كويس. طب وجات لك فكرة الساعة، ان انت تعملي الساعة دي ازاي او ليه؟ برضه هي نفس الفكرة، بس احنا حطينا بقى المكان بتاع الساعة والكلام ده، هي نفس فكرة البرواز. بتتطلب منك كتير اه فعشان كده بتتطلب. عملتيها؟ اه بتتطلب هي وبتطلب فكرة كمان. جديدة اه يعني، مش بتطلب موجودة في الاسواق طبعا. دلوقتي. اه اه وبيتطلب كمان ان مثلا ممكن تبعتي لي صورة واطبعها لك مكان اي طباعة موجودة وبشتغل عليها. بس حلو جدا ان انت يعني ماشيه مع الترند، ماشيه اه ايه، شوف بتشوفي ايه الحاجات الترند، الترند. وكمان في ابداع يعني. فكره الساعه دي انا ما شفتهاش قبل كده يعني، انا دي فعلا اول مره اشوفها، وحلوه جدا. وبعدين انت كمان ركبت لها المكنه بتاعتها، المكنة يعني ساعه حقيقيه. ساعة دي ما انا شغالة. دي انا ما شفتهاش قبل كده. فدي فكره حلوه قوي ان انت يعني ماشيه مع الترند، بتشوفي ايه الترند وبتعمليه وتحطي التاتش بتاعك. دي تمام. حاجة كويسة جدا طب يعني. ليه ما ربنا يخليك. جاتلكيش فكرة ان انت تفتحي مكان يبقى ثابت ليكي ويبقى تعرضي فيه كل حاجة؟ ما هو حضرتك انا لسه بفكر في الموضوع ده، هو انا يعني بحلم ان انا يبقى ليا براند او اسم ليا وحاجتي بقى تتصدر بره مصر وكده، ده حلمي يعني بشتغل عليه دلوقتي هو بإذن باللي احنا الله شايفينه ان ده شاء يعني، الله. انا بصراحة شايفة ان انت ليكي مستقبل كويس ربنا جدا يخليك ان ان شاء شاء الله الله. يا انت رب. فكرت يعني في الموضوع ده ان انت اه فكرت بس لسه شوية بقى. بإذن الله؟ يا رب. طب اكتر حاجة طلبت منك من عن طريق النت وانت مثلا استغربتيها؟ لا هو ما بيطلبش حاجه مني، هو انا حضرتك بعرض كل اللي انا بشتغله بيبقى صوره من الطبيعه، بيطلب حاجات مني من اللي انا بعرضها، غير ممكن حد بقى يجيب لي صوره حاجه زي ما حضرتك قلتي وبنفذها له، بس ما بتبقاش حاجات غريبه، ببقى عارفه ان ببقى عارفه الحاجه والغرزه والكلام ده. ما اتعرضش عليكي قبل كده مثلا ان انت تعملي دبدوب، بيبقى فيه دبدوب اه عصافير؟ اه بيبقى فيه الحاجات دي، بس انا هو الشغل الامجرومي ده انا ما اشتغلتش منه اللي هو ده على شكل فيل، ده اسم واشتغلت اللي هو الشغل ايه؟ امجرومي، مجروم. واشتغلت اللي هو خروف العيد. لكن ما اشتغلتيش، لا ما اشتغلتش حاجات اكتر مش من كده. بتحاولي تفكري ان انت تعملي؟ بفكر طبعا، بقول لحضرتك انا لسه بادئه بقالي فتره قريبه، لا جميل فيعني ان انت لسه بادئه وعملت كل الحاجات الجميله دي. انا شايفه ان هي طموحه يعني، ما شاء الله جميل جدا. تمام. والشنطه دي تحفه. انا عايزاكي بقى ايه، عايزه كده المشاهدين يشوفوها بكل هنا كمان في خشب من ناحيتين وفي المسطره اللي قدام لا انا عجباني قوي ان حتى الرسمة. الخشب كمان عليه رسمه حلوه قوي، اه والاكسسوارز بتاعتها لايقه عليها. ومن حاجه جوه تحفه. فستانة بجيب برضو، اه لا حلوه قوي. دي اخدت معاكي كام يوم؟ دي حوالي اسبوع. هي انا شايفه فيها شغل كتير بس حلوه قوي.
قولي لنا بقى يعني الاسعار اللي انت بتعرضيها. هو كل حاجه ليها سعر، يعني شغل القطن غير شغل الكوفيات غير الشنط، كل حاجه بيبقى ليها سعر على حسب، يعني ممكن انا اكون حاطه سعر معين وتيجي الكلاينت تطلب حاجه بتزود سعر، يعني مثلا انت بتطلب فيها شغل اكتر فبتضطري ان انت طبعا تعلي سعر على حسب اللي الكلاينت بتطلب، يعني وبيبقى سعر الحاجه معروف. انت بقى لو حابه تزودي عليها حاجه بتزيد، عايزه تقل يعني مثلا مش عايزه الاكسسوار ده، بيقل طبعا من سعرها على حسب بقى يعني مثلا قولي لنا اسعار، يعني مثلا دي ايه؟ دي ب 300. دي ب 300 بس انا شايفه ان هي تستاهل، كويسه جدا يعني، هو انا محاولش وجديده اصلا. هي لسه جديده فكويسه قوي. طب والايس كاب ده؟ الايس كاب بيبقى على حسب السن، يعني على حسب سن تعملي اطفال؟ اطفال وكبار، ويعني ده حوالي سن 10 سنين. حلو قوي ده، برضو بيبقى فيه يعني بيختلف الاكسسوار بتاعه. ممكن كور فارو من فوق، ممكن من في نفس اللي بتكون كبيره شويه. عندك برضو ايس كاب بس الفارو ده الايس كاب؟ ده ايس كاب ولا شالي؟ ده الايس كاب. لا الايس كاب تاني زي ده. الايس كاب ده ده بقى الكوره بتاعته من نفس الخيط، انا اللي عاملاها اصلا والله، لكن ده فارو جاهز. ده انت بتجيبي الاكسسوار بتاعه جاهز، لكن ده انت بتعمليه؟ انا بشتغله بالخيط نفسه طبعا. ده بيكون اغلى لانه في شغل اكتر، وكمان انا شايفه ان هو كذا غرزه مش غرزه واحده، يمكن ده غرزه واحده فيها بس ده. لا ده غرزتين، ده غرزتين، دي غرزه ودي غرزه، بريد امامي وبريد خلفي. كويس، حلو قوي. وفي سكارف حريمي. سكارف ده؟ لا التاني اللي هو ده. هو تقريبا في ده سكارف، هو بيتلبس من قدام او من ورا، ممكن مثلا يتلبس أيوة كده زي ما حضرتك. ايوه يتلف لورا وترجعي بيه تاني لقدام. ايوه انا فاهمه. حلو قوي. عملتي شيلان؟ لا لسه ما عملتش، لان احنا لسه بقى داخلين على الشتاء ولسه بجهز ان شاء الله للشغل ده. شغل الشتاء بقى. طب ايه شغل الشتاء اكتر حاجه بتبقى معروفه بيها؟ ده بيتطلب شيلان، سكارفات، ايس كابات، اللي هي الكارديهات، في بلوفرات، على حسب كل واحد بيطلب، بس ده شغل الشتاء عموما كله. بس اكتر حاجه بتبقى مطلوبه منك ايه؟ اللي هي الشيلان والسكارفات والكلام ده، بتاخدي فيها وقت كتير؟ شغل الشتاء بياخد وقت شويه عن الشغل. بتعملي ايه عشان العميل يستنى؟ هو العميل بيبقى عارف طبعا ان شغل هاند ميد ده انا بعمله بايدي بياخد وقت كتير، فبيبقى متفاهمين الحته دي طبعا. انا لو معايا اوردرات كمان فبدي لكل واحد ميعاد على حسب الاوردر بتاعه، ده جميل جدا، فبيبقوا متفاهمين الكلام. ربنا يا رب يوفقك، وكنا مبسوطين ان انت كنت معانا النهارده. انا الاسعد. وطبعا هتبقى في حلقات كتير نقعد نتكلم عن الحاجات الجميله دي، وطبعا هيبقى في تجديدات طبعا ان شاء الله باذن الله. والمره الجايه بقى تجيب لنا عصافير وعايزين بقى نشوف شغل الشتاء بقى، يعني انا حابه جدا اشوف الشيلان، انا من الناس اللي بتحب الشيلان جدا. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله يعني هتنورينا بعد كده باذن الله، وتجيبي معاكي شغل الشتاء، وعايزين نتفرج على شغل الشتاء ان شاء الله. نروح فاصل ونرجع تاني معاكم. معاكم بعد الفاصل مع استاذ احمد، المهندس احمد مصطفى، هو هيعرفنا بنفسه دلوقتي. معاكم احمد، مهندس احمد مصطفى، فني اجهزه تعويضيه وتاهيليه. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم، نورنا. نورتنا، ربنا يخليك. طب احنا عايزين نتكلم عن حضرتك والشركه بتاعت اللي تبع حضرتك او اللي هي بتاعتك، وهل في فروع تاني للشركه؟ تمام، احنا نشأت الشركه من 2003 لحد الان الحمد لله، وانا كنت بعمل قبل كده من 2003، كنت طبعا بره، ما كنتش لسه فتحت يعني، فكنت شغال في نفس المجال برضو في من الدراسه، يعني يعتبر تقدر تقول دلوقتي بقى لي 25 سنه. 25 سنه في المجال ده؟ في المجال ده. تمام، كويس. بس ربنا كرمني، بدأت في حلوان وبعد كده القصر العيني. أول فرع كان في حلوان؟ بدايتي في حلوان، وبعد كده فرع القصر العيني، شارع القصر العيني. جميل. وبعد كده فرع الهرم مؤخرا الحمد لله. يعني ثلاث فروع؟ ثلاث فروع. تمام. كويس. عايزة مثلا حضرتك تكلمنا أكتر إيه الأطراف الصناعية اللي موجودة؟ يعني تكلمنا أكتر عن الموضوع. طب في الاول الاطراف الصناعيه ده مجال كبير جدا، فعشان نتكلم فيه كتير. عايز حلقات. عايز حلقات. تمام، فانا هبسط لك الموضوع. يعني الاطراف الصناعيه عامه بتلخص فيه كذا حاجه، يعني في طرف صناعي تحت الربه،
تمام، اللي هو بيبقى القطع من تحت من الساق نفسه، عظمه الساق نفسها، ده بيسمى بتر تحت الربه، ده بيتعمل له طرف تحت الربه، وليه انواع كتير بقى، يعني انواعه كتير يعني. لو مش هنقدر طبعا نسمي منتجات، تمام، فانا يعني في بس هو ليه انواع كتير، ليه انواع كتير، مش نوع واحد. لا مش نوع واحد، وحسب البتر يعني. في مريض بيجي لي مثلا بتر سكر، بتر السكر غير بتر حادثه، واحد عامل حادثه ده مختلف عن ده تماما. فالناس معتقده انه اي جهاز هيمشي وخلاص. وبعدين في برضو الاجهزه، بنصح الناس ان في الاجهزه بالذات مش كل جهاز زي التاني. طب ايه بيبقى ليه الاختلاف؟ هقول لحضرتك الاختلاف في ايه. الاختلاف ان انت مثلا في بتر اللي هو بتر السكر، اول حاجه اللي هو بتر السكر اللي هو اكتر حاجه موجوده، موجود. تمام. تمام. بتر السكر بيختلف تماما لانه كتير، والجهاز بتاعه بيبقى ليه مواصفات معينه. لازم الجهاز يبقى خفيف، لازم المريض نفسه ما يبقى يلبس الجهاز ما يحتكش بيه، لازم بيلبسه حاجه اسمها لاينر، شراب لاينر، تمام، سيليكون. في ناس مش فاهمه الكلام ده، فاهمه ان هي تروح تعمل جهاز فخلاص ان هي تمشي كده، لا، لازم يبقى ليه مواصفات معينه. ده بالنسبه لمريض السكر. طب الجهاز ده بيكون موجود في كل الفروع، ولا مثلا عشان هو المرض منتشر قوي، وعلشان البتر نوع البتر ده منتشر قوي، تمام، فالجهاز بيجي عليه وقت ما بيكونش موجود؟ لا لا، موجود على طول باستمرار. هو ممكن لو يعني هو متوفر، متوفر في كل الشركات. كويس. تمام. بس هو بيفرق في ان انت لو المريض نفسه يختار الاختيار الصح للشركه اللي هو رايحها، يعرف هو رايح فين بالظبط، حد عنده شغل كتير في الحاجات دي ويكون خبره في الكلام ده، لان في مرضى كتير بيعانوا من موضوع الاطراف الصناعيه. طب مثلا أكيد. انا دلوقتي مريض، تمام، ايه الاسئله او ايه الداتا اللي اجمعها علشان اختار مركز متخصص واختار جهاز كويس؟ طب ده سؤال كويس. هقول لحضرتك على حاجه. في اول حاجه ان احنا المريض نفسه قبل ما يعمل العمليه يتواصل مع فني اطراف صناعيه، فني اطراف صناعيه، قبل ما يعمل عمليه البتر. ليه؟ في دكاتره كتير قوي بتيجي تبتر البتر، تمام، تعمل البتر، تقطع سواء بقى من عظمه الساق او عظمه الفيمر اللي هي الفخذ، تمام، بيقطع، ما هو بيبقاش عامل حساب ان المريض ده هيمشي بعد كده. فبيجي احنا قابلنا مشاكل، بتقابلنا مشاكل في المواضيع دي. ازاي بيبقى ممكن نلاقي البتر طويل جدا والمريض بيعاني؟ طب احنا يعني مفيش حاجه في ايدينا بالظبط. هي كانت مشكله اللي عمل العمليه بالظبط، اللي هو الدكتور نفسه. مش طيب. هو في دكاتره فاهمه، تمام، في طيب دكاتره احنا فاهمه. احنا معانا فيديو بيتعرض على الشاشه دلوقتي، تمام. دي طيب دي حاله فوق الربه، تمام، عنده بتر فوق الربه، ده في اول مره يمشي، يعني اول مره بقاله حوالي سنه ما مشيش. ده كان ايه نوع البتر؟ ده كان بتر فوق الربه، يعني مرض سكر ولا لا 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 ولا دي حادثه دي مثلا؟ دي دول مرضى جايين من بره مصر، دول اللي هم في الحرب بتاعت اليمن، جرحى يمن، يمنيين. يعني حادثه. تمام. دي ده طرف برضو تحت الربه، ده موجود طرف تحت الربه. دي الناس دي اول مره تمشي على فكره. ده عمليه تاهيل، ده في المركز. ده في المركز، او ده دي بروفات. ايوه، يعني دولت اول مره يمشوا. اول مره يمشوا، يعني عملوا عمليه وجم مصر هنا على اساس ان احنا نعمل لهم الاطراف الصناعيه. كويس. طب هم بيتاهلوا طبعا بيبقى في حد متابع معاهم؟ طبعا طبعا طبعا، في مهندسين متواجدين دايما معاهم، بيتاهلوا لمده 15 يوم. فترة تأهيل من عمل الجهاز لحد ما آخر فترة تأهيل. بيبقى معاهم مهندسين ودكتور علاج طبيعي ولا مش شرط؟ لا مش شرط علاج طبيعي، بس في حالات بيبقى فيها علاج طبيعي. دي ده سؤال مهم برضو، موضوع العلاج الطبيعي. موضوع العلاج الطبيعي ده إن في مريض ممكن يجي لي عنده تيبس في الربة. طيب ممكن حضرتك نرجع للسؤال ده تاني، بس حضرتك تكلمنا على الصور الموجودة على الشاشة وهنرجع بردك للسؤال بتاعنا تاني. تمام. دي كلها ده جهاز شلل، الناس اللي هي اللي عندهم شلل، تمام، في معظم الناس اللي هي بتبقى مولوده بشلل اطفال. لما بيكبروا بيعمل لهم الجهاز ده، طبعا على مستوى العمر بتاعهم كل جهاز بيبقى ليه الفتره على بتاعته. تمام. العمر. تمام. ده جهاز شلل، ده برضو جهاز شلل، بس عنده في جهاز شلل، ثواني وقف هنا بعد اذنك. الجهاز ده جهاز شلل بس بحزام حوض،
يعني في مريض ممكن تلاقيه في حد ماشي في الشارع بيزك على رجله، ده بيبقى عنده رجل واحده. تمام. في واحد تاني بيبقى ماشي بعكازين وماشي مش وازن نفسه. أيوة. ده الجهاز ده افضل له. ليه؟ لانه بيظبط العمود الفقري، بيظبط الحوض بالظبط، بيظبط الحوض ويقدر ان هو يمشي. جميل. بعد كده الصوره اللي بعدها ده طرف علوي فوق الكوع، ده ما يبقى فيه البتر من من فوق من فوق الكوع. من تمام. عند الكتف، من عند الكتف كده الشولدر. تمام. بيبقى فيه قطع فبيتعمل له دراع. في منه انواع كتير ده على فكره، عشان الناس برضو المشاهدين يبقوا فاهمين. في منه مانيوال، يعني بي 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 المريض بيحركه بكتفه السليم. وفي منه الكتروني. الكتروني اللي هو بياخد اشاره من العضله، عشان في ناس تقول لك ان بياخد اشاره من المخ. الناس فمعتقده ان الجهاز ده بخش عمليات وبوصل له وشغلانه كده. الناس مش فاهمه الكلام ده. لا، ده بياخد اشاره من المخ. في سنسور بيتحط على العضله. كويس، يعني دي معلومه برضو. الناس فاهمه غلط في الموضوع. يقول لي انا عايز، يجي يقول لي انا عايز، اه بالظبط، يجي يقول لي انا عايز طرف دراع بياخد اشاره من المخ. المخ ازاي؟ يقول لي ما مش بتوصل ازاي؟ طيب هي الناس فاهمه. يعني هو ده تصحيح برضو للمعلومه. اه بالظبط، هو الموضوع سنسور بيتحط على العضله. تمام. انا لما باجي احرك ايدي، بحرك ايدي ازاي؟ باخد اشاره من المخ. بالزبط. هو خد بقى اشاره المخ دي وهو فاكر ان هو هيوصلها بالجهاز. لا، هو باخد اشاره من المخ على العضله اللي موجوده اللي هي اخر البتر، بيقدر يحرك العضله. العضله دي بتخبط في السنسور. جميل. في سنسور، اتنين سنسور، واحد قفل وواحد فتح. فهو لو عايز يقفل بيقفل من عضله، في عضلتين، واحده بتقفل واحده بتفتح. ده المفهوم بتاع الجهاز الالكتروني. عايز يقفل من سنسور القفل. بالظبط. كويس. ده المفهوم بتاع الجهاز الالكتروني. طب حضرتك مثلا تنصح الناس اللي مقبلين على عمليه بتر، تنصحهم بايه قبل العمليه؟ انصحهم لازما يبقى يراجع مع فني اطراف صناعيه او شركه عامه. يعني هو ما يعرفش، ممكن يروح شركه اطراف صناعيه قبل ما يعمل عمليه. انا زي ما قلت لحضرتك في السؤال ده في اول كلامنا، ان ممكن يبقى البتر طويل. المريض نيجي نعمل له جهاز، طب انا ما عنديش مساحه ان انا اعمل فيها الجهاز. يعني مثلا بيبقى في حد البتر بتاعه لحد مثلا عظمه الكاحل من تحت. تمام. هي في حاجات في ايده الدكتور وفي حاجات مش في ايده. اللي مش في ايده دي ان هو غصب عنه البتر بيبقى في المكان ده، دي احنا ما نقدرش نتكلم فيها، وبنفضل نقدر نولف له جهاز على الوضع الحالي. تمام. يعالج الموضوع. في دكتور تاني بيجي بيقص من اي مكان وخلاص. ده دكتور بقى ده بيعمل مشكله، بيعمل مشكله للمريض. طب والمريض، طب يجي مثلا، يعني مثلا في حاله كانت جايه لنا قريب عندها قطع من تحت الكوع. تمام. الدكتور قاطع يعني ولا منه سايب المفصل ولا موجود. طيب. مفصل الساعد. طب في جهاز تاني اتعرض دلوقتي على الشاشه، كنا عايزين نعرف هو جهاز ايه. طب ممكن يا شباب ترجعوا الجهاز تاني. طب احنا نرجع لسؤالنا، العلاج الطبيعي. موضوع العلاج الطبيعي، ده لازما في ناس بتيجي معتقده ان هي تيجي تلبس الجهاز وتمشي على طول. الكلام ده مش صحيح. لازم يكون معاهم حد بيوجههم صح، ويكون ده اول حاجه. تاني حاجه يعني مثلا، طيب الصوره رجعت معانا تاني. ده جهاز تحت الركبه اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه. ده الجهاز ده يعني شكله قبل ما يتفنش دوت، قبل ما يتفنش. بالظبط. ده اللي هو من القطع في الساق نفسه. طيب الركبه موجوده وتحت الساق على طول، حسب بقى، حسب البتر بقى. في بتر زي ما قلت لك كان طويل قصير، دي بترجع للحاله نفسها. جميل جدا. ده بتر فوق الركبه زي اللي هي الحالات اللي كانت ماشيه من في الفيديو من شويه. ده بتر فوق الركبه عنده قطع في عظمه الفيمر نفسها، الفخذ نفسها. ده الجهاز بتاعه. طب عايزين نعرف مثلا، يعني مريض جه لحضرتك المركز بياخد وقت قد ايه على بال ما الجهاز يتعمل ويتظبط؟ ده حسب المريض نفسه. يعني ايه؟ لو المريض لابس قبل كده انا ممكن اخلصه في يوم واحد. بيجي في يوم في المركز بيتاخد مقاساته ويتعمل بروفا وبيستلم اخر اليوم. كويس. لو مريض جاي اول مره يلبس ده بياخد تاهيل، لان لازما البتر نفسه ده بيتربط برباط ضاغط كويس فتره. لو هو جاي هو في حد قال له الحاجات دي، ده بيساعدنا احنا ان هو يمشي على طول. تمام. ده ممكن ياخد من اسبوع ل 15 يوم. طيب اسبوع ل 15. بالظبط. طب هي هل الاطراف الصناعيه بتعوض الانسان؟ طبعا طبعا طبعا. ما دي حاجه ربنا رضا الانسان، واخد بالك، على اساس ان بتعوضه عن الشيء المفقود منه.
يعني دي حاجة كويسة، يعني ان الطرف التعويضي ده بيعوض الانسان في كل حاجة. وانت ممكن تشوف حد في الشارع ماشي ما تعرفش ان هو لابس طرف صناعي اساسا، يعني ممكن في ناس كتير ده طبعا في ناس كتير. بيرجع ان هو بقاله فترة كبيرة ماشي بالطرف، يعني مش اول لما لبس فما خلاص بيبقاش لا باين عليه. ما بيبقاش باين عليه خالص. في ناس بتلعب بيه كورة وبتمارس بيه رياضة كتير، ايوه فعلا وده انا زي ما شفت قلت لك حالات زي زي ما قلت لك في الاول في اول كلامي، ان الاطراف مستويات، وكل طرف وكل مريض ليه جهاز معين، كده. يعني كل مريض ليه جهاز معين. طب اكتر عايزين يعني عايزه اتكلم مع حضرتك على حاجه وتوضحها لي وتوضحه برضو للساده المشاهدين. مثلا مريض وتعملوا الجهاز بتاعه وكل حاجه، ممكن لو الجهاز معمول مش بطريقه صحيحه او مش مرتاح المريض فيه، ايه مثلا اللي بيحصل؟ بيرجع تاني للمركز؟ طيب هو المركز بيتعامل معاه ازاي؟ تمام. هو اول حاجه ممكن المريض نفسه بيشتكي شكوى ما تبقاش عيب المركز خالص او عيب الجهاز، ممكن عنده مشكله في البتر نفسه. للدكتور. يعني زي ما قلنا في الاول، ممكن البتر نفسه، ممكن في دكتور بيبتر البتر نفسه، في دكتور بيبرد العضمايه على اساس ما يجي يحط رجله في الجهاز، العضمايه دي بتبقى بارزه، دي بتعمل مشاكل للمريض، المريض فاكر ان هي عيب الجهاز، لا مش عيب الجهاز خالص. فعشان كده بنقول ان المريض لما يجي داخل عمليه يعمل عمليه لازم يبقى متواصل مع فني، على اساس ان الفني يكلم الدكتور يقول له انا عايز البتر بالشكل الفلاني والعظميه بالشكل الفلاني. تمام. فان هو يرجع المركز يبقى عنده مشاكل في جزء، يعني في كل الحالات بيتعالج، يعني في كل الحالات بنقدر ان احنا نريح المريض. طب هي امتى ظهرت الاطراف الصناعيه؟ الاطراف الصناعيه بدات من قديم الازل، بس ما كانتش بالتطور ده. بالتطور ده يعني كانت بادئه في الاول بجهاز خشب، ازاي؟ ممكن كان توضح لنا؟ يعني كان بيجيبوا الخشب نفسه يخرطوه تمام، ويعوضوا الطول بتاع اللي موجود، يعني مثلا لو مفقود من الرجل مثلا حوالي 30 سنتي، يعوضوا الجزء ال 30 سنتي ده بخشب، ويجوا في الجزء اللي فوق ده بيعملوه بلاستيك. يعني زمان انت كنت ممكن تشوف في السبعينات والستينات هتلاقي في حد ماشي واخد بالك رابط خشبة في رجله كده وبيجري ورا اتوبيس وبيجري ورا حاجات، زي صح ولا لا؟ كنت ايوه تفتكري حاجة زي فعلا كده؟ المشاهد دي عدت علينا قبل بالظبط، كده. المشاهد عدت على الناس كلها، ده كانت بداية الأطراف، فمن زمان جدا يعني. طب هي بس ايه انا شايفه ان مميزات هي الأطراف الصناعية؟ مميزات الأطراف الصناعية مميزات كتير، إن هي بتعوض الإنسان عن الشيء المفقود منه، ده أول بالظبط، حاجة دي يعني. حاجة كبيرة بقى جدا. الإنسان يقعد في البيت وكده وخلاص. أكيد وفي نقطة برضو مهمة جدا، أي حد عايز يعمل طرف صناعي لازم يبقى مؤهل نفسيا. أنا كنت عايزة أتكلم مع حضرتك عن النقطة دي، تمام إن دي نقطة مهمة جدا. تمام مؤهل نفسيا إزاي؟ يعني إن هو جاي هو معتقد إن خلاص الدنيا باظت. لا، انت لو جبت حد مؤهل نفسيا، لو الجهاز وحش هيمشي. هيمشي معايا بالظبط. لو جبت أكيد حد مش طبعا مؤهل النفسية نفسيا، بتأثر. نفسيته تعبانه من اللي حصل له من العمليه، وان شيء راح منه فقد منه، لو سفرتيه بره مصر، الشركه الام اللي هي في المانيا اللي هي مصنعه اللي هي اخترعت الطرف التعويضي ده، مش هيمشي. فلازم يبقى المريض نفسه لحضرتك يبقى مؤهل متأهل نفسيا نفسيا. اللي جدا. حضرتك عايز طيب تقوله ان المريض لو مش مؤهل نفسيا مهما توفر له الأجهزة بكل الأنواع بكل الرفاهية مش هتقدر تعوضه برضو الجزء اللي مفقود في نفسيته. بالظبط طبعا بالظبط بالظبط، كلامك مظبوط. طبعا. طيب دلوقتي هتفرق الأطراف الصناعية طبعا، تفرق مع حد نحيف أو حد أو في عمدا في الوزن؟ طب هو ده سؤال برضو كويس. تمام، السؤال ده في مشاكل بتيجي من ورا السؤال ده كتير. ازاي؟ في حالة مثلا تيجي لنا وزنها 120 كيلو، 120 120 كيلو كيلو طيب، ضغط وبالذات في طبعا. الستات. طبعا، وبالذات في الستات بتيجي عندها بتر سي مثلا، بتر في فوق الربع. طب وجايبينها على كرسي، وانا بنصح برضو المشاهدين الناس اللي عندهم حالات زي كده، بدل ما يروحوا مراكز ويدفعوا فيها فلوس تمام ويغرموا فلوس على الفاضي، في حالات ما تنفع لهاش اجهزه. انا مش بقول بحبط الناس، بس ده الواقع من خبره فعلا 25 علشان سنه. ما يحصلش ما ردا يتعملش لسؤالك، جهاز. من تمام خبره 25 سنه انا بشوف الكلام ده. صح. يعني بيجي لنا حاله 120 كيلو، طب انت رجلك السليمه اساسا انت مش قادره تقفي عليها، او بالظبط، انت مش اكيد قادر تقف الجهاز عليها مش هيعوض ال طبيعي. انت يعني احنا كاشخاص طبيعيين، لو حاجه حصلت في رجلك اتخبطت ولا اي حاجه واخد بالك، بتجيب عكاز
وتمشي عليه عشان انت مش قادر تتحمل على رجلك. تمام، تخيل بقى ما يبقى رجل مفقوده منك، هتعمل ايه في رجل الثانيه؟ وده مش في الحالات برضو اللي هي الوزن الزياده بس، لا ده في حالات كتير قوي، يعني زي مثلا حد عنده تيبس في الركبه في السليمه، يعني عنده تيبس ركبته ما بتفردش. طب انا هقدر ازاي اوفق لك الجهاز وانا مش قادر اخد الطول الحقيقي لرجلك وانت عندك تيبس جامد؟ فقبل ما تروح لمركز اطراف صناعيه لازم تروح لدكتور علاج طبيعي الاول عشان يعالج التيبس. طبعا دي الحالات اللي هي يعني كل ما الوزن خف كل ما تمشي اكتر وتمشي على طول، كل ما الوزن زاد انت يعني بيبقى الحركه قليله. تمام، ولو قدرت تمشي هتبقى حركتك قليله ومش هترجع زي الاول، يعني مش هترجع زي ما انت متخيل. أكيد. فنحاول أكيد الوزن في عائق برضو. تمام، ما هو ده اللي انا بقوله، هو ده انا بقوله ان لازم الرجل تبقى قويه، الرجل السليمه تبقى قويه عشان اقدر امشي على الجهاز. يعني في حالات تيجي معتقده ان هي تحط الجهاز هتطلع تجري، لا طب الموضوع مش كده. طب لو حد مكتئب بسبب الجهاز حضرتك بتأهله ازاي او بتتكلم معاه ازاي؟ ده لازم يجي قبل ما، يعني الحالات دي مرت علينا كتير وبيجي فعلا كتير. طبعا طبعا بيجي بيبقى متدمر نفسيا خالص ومش شايف قدامه والدنيا وحشه خالص معاه. تمام، كانت لسه عندي حاله من فتره كانت جايه لي من المنصوره، كان جاي ما فيش خالص، يعني اللي هو بيقول لي فكرت انتحر. والله ليه كده؟ هو كده خلاص، هو وصل لمراحل كده فعلا ممكن يوصل ايوه ما يبقى هقول لك يوصل امتى. يوصل اما يبقى واحد واخد على الحركه. ايوه، فهو حاسس ان هو خلاص كده خلاص الدنيا واقفه. يعني خلاص فخلاص واحد فعلا. ما كانش بيقعد و24 ساعه بره، تمام، مره واحده بقى في البيت، فده ده اكتر واحد ان هو يتعب. ده اكتر واحد بيتعب نفسيا. بفضل الله اهلناه، قعدنا حوالي 6 ساعات ولا 5 ساعات ناهل فيه، وفي الاخر مشي مجانا الصبح على اخر النهار كان ماشي على رجليه. طب هو ده بيبقى بسبب القعده في البيت؟ الاكتئاب ده بيبقى بسبب القعده في البيت ان هو ما بيتحركش، ان هو ما هو ده اللي انا بقوله. هو ده القعده في البيت، خاصه ان لو هبص هو لو حد طبيعي قاعد في البيت على طول الموضوع مش هيبقى معاه قوي. معايا؟ هو اوريدي متعود ف مش فارقه بالنسبه له، مش صعب زي حد تاني متعود ان هو دايما بالظبط. فهو ده ياثر عليه نفسيا اكتر من اللي قاعد في البيت. اكيد. تمام، وفي برضه موضوع ان في حد ممكن يجي لك عايز طرف صناعي وعايز يمشي، تمام، وتلاقيه وزنه مثالي وكويس جدا بس ماشي على كرسي. يعني في مثل شعبي بيقول لك حد يلاقي دلع وما يتدلعش، يعني واحد جايبه بكرسي واحد موديه بكرسي فقاعد 100 100. يعني بيبقى في ناس مركبها اطراف وبتبقى ماشيه على كرسي. لا ما هو ده اللي انا بقوله في الاول، يعني بيبقى عنده طرف، تمام، بس هو بيستسهل. يعني ده اللي هو في بدايه المراحل ان هو يجيب، يعني مثلا لسه عامل عمليه، تمام، هو خلاص في فتره البتر ان هو بيتحرك على كرسي خلاص اوكي مفيش مشكله. طب انت خلاص خلصت المرحله دي وداخل انت عملت الجهاز، انت ليه قاعد على كرسي؟ بالظبط. فيجي مثلا يقول لك عايز اخش الحمام دخلوني، يجي مثلا يدخله مثلا بالكرسي يطلع بره الصاله مش عارف داخل الشقه بالكرسي. طب انت هتتدرب بالجهاز امتى؟ ويرجع يقول لك ده عيب عيب الجهاز او عيب الشركه. هو بيصعب على نفسه، هو بيصعب على نفسه. ما انا قلت لو هو عنده اراده في الاول هيمشي حتى لو الجهاز وحش. طب هو السؤال ده من على صفحة البرنامج، الناس بتسأله لنا كتير. تمام. هو فعلا الأطراف الصناعية من أيام القدماء القدماء المصريين؟ لا هو بص الأطراف الصناعية ما أنا زي ما قلت لك هي ما كانوا بيعملوا حلول إن هم يعملوا زي طرف صناعي يمشوا بيه. برق. واخد بالك كانوا بيبتكروا في ده. بس أنا شايفة إن صعب جدا إن موضوع الجهاز يكون خشب. لا كان موجود فعلا. لان زمان ما كانش فيه التكنولوجيا اللي هي موجوده أنا دلوقتي. قصدي ان بيكون بالنسبه للمريض الموضوع صعب، اكيد كان بيواجه صعوبات في الحركة. تمام احنا لو رجعنا حوالي مثلا بالظبط 30 سنه لورا، تمام، كانت او 30 40 في الرينج ده، يعني كانت الاطراف بتتصنع واخد بالك هنا في مصر، بيجي جزء بيبقى فيها كبير جدا خشب، والقدم عشان خاطر ان القدم ده بيبقى فيه تصادم بينه وبين الارض فما ينفعش يتعمل خشب. يعني ما ينفعش اعمل القدم من تحت اللي انا بضغط عليه خشب، هيبقى فيه تصادم بينه وبين الارض الصلبه فهيرجع هيتعب البتر مش هيقدر يحمل. فلازم يبقى القدم نفسه مرن، فكان بيتصنع من الكاوتش، حاجه كده الكاوتش اللي هو حاجه زي الاسفنج كده.
تمام، كان بيتحطوا فيه جزء خشب ويقدروا يبنوا عليه الكاوتش ويطلعوه بالشكل الجمالي اللي هو شبه القدم، ويبداوا بعد كده يركبوه في الخشب نفسه اللي هو جزء الفاصل اللي هو الباتر، الجزء ده بيركبوه ويبدا المريض واخد بالك ويصبوا عليه سوكت، حاجه اسمها سوكت بلاستيك، يحط اللي هو السوكت اللي هو بيتاخد فورما جبس وبتصب بلاستيك وبتصب على الجزء الخشب، بيصب كله شكلها تبقى يديك منظر الرجل في الاخر اللي هو الحاجه اللي فقدت من المريض نفسه. مهندس احمد مصطفى كنت منورنا النهارده، والحلقه فقره صغيره جدا. ربنا طبعا خليك. احنا عايزين حلقات وحلقات عشان نتكلم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله تبقى معانا كتير طبعا في حلقات تانية كتير، واحنا طبعا استفدنا منك النهارده وبجد نورتنا، وان شاء الله جدا. تبقى معانا قريب تاني. متشكر جدا، شكرا لكل متابعينا. شكرا يا فاطمه، شكرا يا مستر، شكرا. باي باي.